هنا مشروع المحروسة له واحد من التحديات الاستراتيجية التي ربحتها الجزائر، حيث أن الإنجاز تم في مدة زمنية لا تتعدى 6 أشهر، تم خلالها تأهيل المباني التي كان يتوجب ترميمها وإعادة تأهيلها وفقا للمعايير القانونية، مما وفر في الميزانية وقلص مدة الإنجاز التي قدرت بأكثر من 24 شهر وعبئا مالي معتبر.